في التحليلية، الإمارات تلغي التأشيرات لمستوطني الاحتلال وتفرضها على معظم العرب والمسلمين، أليس غريباً؟ القوات التركية تخلي مواقع في مورك بريف حماة، تراجع أم تكتيك؟ في مثل هذا اليوم علقت عضوية مصر في جامعة الدول العربية عقب كامب ديفيد، هل كان الهدف نصرة لفلسطين أم ضرباً لمكانة مصر وتدشيناً للعصر السعودي؟ وفي قضية اليوم فوز مدون لرفيق موراليس في بوليفيا، انتصار سياسي واستراتيجي، هزيمة لواشنطن وصفعة لإسرائيل، وإثبات أن إرادة الشعوب والحكومات السيادية لا تموت. التحليلية تأتيكم يومياً 6 مساءً بتوقيت القدس الشريف.